قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويغو شدد لنظيره الفرنسي سبيستيان ليكورنو على أن أي تطبيق عملي لفكرة الرئيس الفرنسي بإرسال قوات إلى أوكرانيا سيسبب مشاكل لفرنسا. وفي بيان لها أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا، حيث اعتبر شويغو أن أي فكرة لعقد اجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا سيكون لا معنى لها دون مشاركة روسيا.